انا ما تهمنيش النتيجه. النتيجه تقدر ودات ارباح والرجاء ارباح ومن بعد يخسروا، ماشي المشكل هو هذا. المشكل عندنا في الرياضه المغربيه هو واش عندنا مسيرين، واش عندنا مسيرين بروفيسيونيل. لان الان كنطلبوا من اللاعبين يكون بروفيسيونيل، واش عندنا مسيرين بروفيسيونيل؟ هذه بغيت ندير حلقه، ندير حلقه لان فيها بزاف ما يتقال، وجيبوا شي مسؤول ونتكلم، لانه كنطلبوا من اللاعبين يكون بروفيسيونيل. واش مسير بروفيسيونيل هو؟ هذه هي البوينت انتروغاسيون. لان الخرجات اللي كيكونوا بعد عند بعض المسؤولين كتكون خرجات ماشي لا تناسب الدرجه المحل تيكون فيه زعما المرتبه ديالو. فوالا شكرا. انا ملي كنت مسير في وداد، كنت النائب الاول في الوداد، كنت ربطت علاقات، ما ننساش بان المسؤولين ديال الرجاء كلهم اصدقاء ديالي. وكنت واحد الوقت بغينا ندير واحد كتله ديال المسيرين ديال الوداد والرجاء، ونعطيو واحد الصوره اللي غادي تجعل ان الجمهور ما يبقاش يضارب بان حنا اللي كنا مسؤولين، حنا كنا المسؤولين في الوداد وفي الرجاء، كان بالكم مجموعين وكنضحكوا حتى شي، ما غادي يتهدنوا. الرساله كنعطيوها هو علاش غادي نتخاصموا، علاش غادي نتخاصموا، علاش شنو هو لونجو؟ المقابله كتسالي، هذا مشى للحبس، هذا تهرس، هذا ضربوه، هذا ولا عور من عينيه، حب في الفريق ذاك ونبغي الفريق ديالي، لكن نبغي لان الحب ماشي هو العصا، الحب والاحترام، لامور يساوي لو ريسبي. اذا ما كانش ريسبي ما تكونش الحب، ما خصناش نوصل واحد للقتل لا. ولكن ملي كنشوف غادي نرجع لك عاوتاني للمسيرين، دابا هذاك الجمهور اللي كيمشي كيضرب حيت كيسمع ربما مسؤول او لاعب تيقول شي كلام تيشحن وكيتشحن، ولا هذا كيخص المسؤولين ديال الانديه كلهم، ماشي كلشي، بعض المسؤولين الحمد لله كاين نزاهه كثيره بزاف، انهم ملي يكونوا يتكلموا في قهوه او في دار او مع ناس يوزنوا الكلام ديالهم. حيت الدري الصغير كيسمع تيقول فلان قال هذا، كيدير كيتشحن كينوض بغيت تفرقع. ما خصناش نديرو هادشي، خصنا نحبسوه، لانه العواقب ديالو عواقب خيبه، عواقب مسيئه، عواقب سلبيه اللي جعلتهم الضرب اللي اكبر حاضره في المغرب. اول مدينه صناعيه، اول مدينه اقتصاديه في المغرب، اصبحت الان فيها الشغب، فيها شغب كبير، وماشي غير الشغب تلقوا في الملعب ما تخرجوا ما تيبقاش شغب كبير، انحراف كيبداو يهرسوا وتبداو يدقوا، وهذا الشيء بالغلط راه ماشي ديال هذاك الدري، شحنوه عمروه، شكون شحنوه شكون عمروه. انا ما تنقول لانه كاين بعض المسيرين ماشي كثار، بعض الاقل اقليه او بعض اللاعبين، هذا اول بغي كيبغي يبان، كيبغي الشعبويه، شي خصنا نحبسوه. نعطيو ديما اون دو توجور باسي ان ميساج اي دوني اون ايماج تكون تري بوزيتيف، تكون ايجابيه. خصنا راه الا ضاع رجوي او ضاع ودادي، راه ضاع بيضاوي، ضاع مغربي. الا شدينا مثلا واحد ضرب واحد عماه او دري، راه المغرب ضاع في هذاك الشاب هذاك. خصنا نداويو، خصو السبيطار، خصو هذا، علاش نصوب؟ بالعكس خصهم يخرجوا نتعلقوا، نضحكوا، نبسطوا. ربحتي انت، ربح انا غدا، ماشي مشكل. انا علاش قلت لك انا بغيت ندير شي حلقه، ندير حلقه خاصه على المعامله ديال المسيرين وديال بعض المنخرطين، بعض اقليه من حوزه عاليه، ما يبقاوش يدوزوا دي ميساج تخي نيجاتيف باش يبان انك تهنيك. وشكرا.